حبينا نعملوا عملية بيضاء لصغيراتنا باش نعلمهم كيفاش ينتخبوا وما عادش يخافوا من الأزياء الرسمية متاع الجيش والشرطة والحماية المدنية ويكونوا معناها ناشطين في المجتمع ويقدموا عندهم الرغبة والاستعداد باش يحاميوا على حقوقهم ويضمنوا أملهم في الحياة. حضرنا اليوم في إطار القيام بعملية بيضاء مع الصغيرات باش نشجعوهم باش ينتخبوا باش هذا ما يمنعش معناه انه الصغار او ذوي الاعاقه عندهم الحق باش ينتخبوا عندهم الحق باش يشاركوا في الحياه السياسيه واحنا نحافظوهم. واليوم معناها جمعنا كافه الاطراف كافه الادارات كافه الاطارات معناها الثانيه باش نكونوا معناها نشجع صغيرات هذوما ونوصل لهم ان الاعاقه نتاعهم ماهيش حاجز باش انهم يمارسوا حقوقهم السياسيه الكل كما نص القانون على ذلك. اليوم حبينا نعملوا عملية بيضاء للصغيرات، عملية انتخاب بيضاء، حبينا نوعيهم بممارسة حقهم في الانتخاب، حبينا نفهمهم كيفاش العملية الانتخابية تصير بس بحضور الحرس الوطني الحماية المدنية، حبينا معناتها يفهموا كيفاش تصير العملية متاعهم من الأول للآخر. وهما الصغيرات اليوم مش يقوموا بها كاملة سواء هما اللي مش ينتخبوا أو اللاهين بالعملية هذه. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.